حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. ناشطون: الطبقة السياسية ستعمل على تدوير نفسها في الانتخابات. في القدس العربي: قاءان في بغداد لبحث تصعيد الفصائل. في العرب اللندنية: إطلاق قسم مصلح ثمرة اتفاق يلزم الميليشيات بالتوقف عن قصف مواقع الأمريكيين. وفي الزمان: القضاء: لا أدلة تثبت تورط مصلح باغتيال الوزني. في عربي 21: 3 شهداء في جنين باشتباك مسلح مع الاحتلال. نيويورك تايمز: بعد الشيخ جراح حيوس الوان ساحة معركة للتطهير العرقي. فاينانشال تايمز: ما دام الأسد وعائلته في الحكم فلا يكون هناك استقرار أو إعمار لسوريا. نبدأ من تساؤل الكاتب علي حسين في مقالته بصحيفة المدى: هل سيتكرر ما حصل في انتخابات عام 2018 وسنشهد عزوفا عن الانتخابات ونسبا تصل إلى أدنى مستوياتها؟ سيقول بعضهم: لماذا لا تشجع على ممارسة ديمقراطية تجري في معظم بلدان العالم المتطور؟ هذا التساؤل أيضا للكاتب علي حسين، فلنتابع التفاصيل. يا سادة، أنا مثل كل العراقيين أحلم بتغيير حقيقي، إلا أن ساستنا الأشاوس يصرون دوماً على أن يمارسوا لعبة الديمقراطية بالوجوه نفسها وبمشروع سياسي لا يختلف كثيراً عن المسرحية الكوميدية التي مل الناس من التفرج عليها خلال السنوات الماضية. بعد أشهر سنستعيد صوراً وأصواتاً وخطباً رنانة سمعناها من قبل، وسنشاهدهم من شاشات الفضائيات ونطالع تصريحاتهم في الصحف، وسيجري اقتياد الناس وبالقوة لحضور حفلة سياسية أصحابها معبؤون بكلام فارغ ومكرر من عينة جئنا لإنقاذكم، وجوه وأصوات يتم استحضارها في كل انتخابات، غير أن الوقائع والدلائل أكدت أن هذه الأصوات والوجوه فشلت في أداء مهامها، ولهذا كانت الناس تتمنى أن تتم إعادة أصحابها إلى مستودعات السلع غير الصالحة للاستعمال. كان الناس يتطلعون لتشييع الوجوه الكالحة لبعض النواب إلى مثواها الأخير، وأن يهدي الله الكتل السياسية إلى نواب تتوافر فيهم صفات الشهامة والرجولة والسمعة الطيبة، يدافعون عن الناس وليس عن مصالحهم الخاصة، ويحتمون بالحصانة البرلمانية ضد الفساد لأن يستثمروها في الرقص مع الفساد. يلبس بعضهم عباءة الفضيلة ليداري الرذيلة، ولكن روائح فسادهم الكريهة ملأت أروقة مؤسسات الدولة وتسربت منها إلى الشوارع والأقضية والنواحي والمدن، وتحول بعضهم إلى مصيبة وقعت على رؤوس الناس البسطاء، محافظين ورؤساء مجالس محافظات يحتمون بالمناصب والوجاهة الاجتماعية والسطوة. أضاف الكاتب: لا أعرف ما الذي ستفرزه الانتخابات، وربما تفوز الوجوه أنفسها أو نفسها، وأنا لست بساع إلى تنفيذ أجندة خارجية ضد جهابذة البرلمان بحسب تعبير الكاتب، ولكنني أفترض أن الناس الذين اكتووا بنيران فسادهم وإفسادهم لا يحتملون معاناة فصول مأساة جديدة مع وجوه انتهت صلاحيتها حتى قبل أن تطرح في الأسواق.
من الاحتجاجات الشعبية العراقية إلى المعارضة الوطنية. كتب ماجد السامرائي مقالا في صحيفة العرب عن الثورة الشعبية في العراق، جاء فيه: ثورة تشرين كشفت وأنهت المقدس الزائف وعرت الأحزاب بصفتها مجموعات لا علاقة لها بالدين والمذهب ولا بالسياسة، وإنما تدير عصابات للنهب والقتل هي الأخطر يتعرض لها العراق. شكلت ثورة تشرين أكتوبر 2019 خلاصة للرفض الشعبي العام ضد حكم الأحزاب وميليشياتها المسلحة منذ عام 2003. في المراحل الأولى من الاحتلال اتخذت طابعاً مسلحاً برر طائفياً لبعض المقاومين من الشيعة، واعتبر تمرداً إرهابياً لغيرهم لأن الأحزاب الشيعية كانت شريكاً وعوناً خادماً للاحتلال. مبررات هذه الثورة لا تتعلق بمطالب خدمية، رغم أنها تشكل قضية جوهرية تتعلق بحياة الناس، إنما لمواجهة نظام سياسي وأحزاب حاكمة زيفت عملياً الهوية الديمقراطية واحتالت عليها، فاستخدمت الجزء المهم من آلياتها الانتخابية للحفاظ على سلطة بلا إنجاز، فيما تطبق عملياً مختلف فعاليات الاستبداد والقمع المسلح بأدوات القتل. من هنا تصبح من أولى مهمات هذه الثورة الشعبية العراقية تصحيح مسار النظام القائم من خارجه بعد استحالة الإصلاح السياسي من داخله، وتحول شعار الإصلاح إلى ورقة في المزايدات الانتخابية. ولكي لا تتعثر هذه الثورة الأصيلة، أصبح من الضروري على نشطائها الأصلاء إتقان العمل السياسي المنظم عبر الالتزام الواضح بمشروع وطني شامل يزيل المشروعية الديمقراطية عن الأحزاب ويزيحها عن السلطة بالوسائل السلمية حالياً رغم خسائرها التكتيكية. هنا يتساءل الكاتب: ألا توجد المسوغات الموضوعية لكي تتحول هذه الهبة الشعبية على الجور والظلم والسرقات والاستبداد والقتل إلى معارضة حقيقية وليست معارضات المقاهي ودوائر المخابرات تضم العراقيين من النخب الفكرية والسياسية والثقافية والإعلامية في الداخل والخارج وهم بالألوف ليتحولوا إلى قوة سياسية للتغيير؟ خطاب الممثلة الأممية في العراق، هلوسة طوعية مفتعلة أم هذيان؟ تساؤل طرحه الكاتب أمير المفرجي، مضيفا: تتوالى الأكاذيب ويستمر خطاب ممثلة الأمم المتحدة الممل التي ترى أن عملية انتخابية مع مشاركة حرة وواسعة يمكن أن تقود العراق إلى مستقبل آمن ومزدهر على الرغم من غياب أبسط القواعد الدستورية العملية السياسية المتمثلة في كيفية تنظيم هذه المشاركة الحرة بإتاحة الفرص للتيارات الوطنية المغيبة وعدم حصر المشاركة بأحزاب الدين السياسي الطائفي، فضلاً عن غياب أبسط مقومات المشاركة الديمقراطية بسبب استمرار الاغتيالات ووسائل الترهيب وإسكات الأصوات التي تمارسها ميليشيات والأحزاب المتسلطة على رقاب العراقيين منذ عام 2003. وعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات وفي الوقت الذي تتجاهل الحكومة مطالب الإصلاحات واستمرار جرائم قمع الميليشيات للتيار الوطني، تستمر مسرحية ضرورة المشاركة بالانتخابات مع وجوب الإصلاحات التي تجمع أحزاب السلطة الحاكمة والمبعوثة الأممية لتخدير العراقيين بعد إيهامهم بأهمية المشاركة سعياً لإنجاح عملية إعادة تدوير العملية السياسية الطائفية بالأحزاب والنوايا نفسها مع تغيير بعض الوجوه. وكالعادة وبطريقة ذر الرماد في العيون، تستمر هلوسة جينين هينيسي بلاسخارت الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي عبر مؤتمرها الأخير من بغداد، محاولة إقناع العراقيين بأهمية دعم الممارسة الديمقراطية الأساسية التي ترعاها هي شخصياً عبر صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم
وتحديد اختيار الناخب والمرشح، كونها ترى هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر ملك العراقيين، على الرغم من الاختلاف الشاسع لرؤيتها الشخصية مع الواقع السياسي والاجتماعي العراقي الذي فرضته الأحداث، والسماح باستعمال أحزاب الدين السياسي لثروات العراقيين المنهوبة لوضع اليد على نتائج الانتخابات المقبلة، وهذا ما قد يحول الانتخابات المقبلة كما كانت في السابق إلى غنيمة جديدة ليس للعراق ولا للعراقيين ناقة فيها ولا جمل. أضاف الكاتب أن الواقع العراقي الحالي لا يسمح ولا يتيح الفرص للعديد من التيارات الوطنية المستقلة للمشاركة في الانتخابات والوصول إلى بناء دولة المواطنة وإعادة بناء سلطة القانون وبسطه وهيبة الدولة أيضا وتمتين أسس الوحدة الوطنية، فضلا عن محاربة الفساد، وليس في طريقة ذر الرماد في العيون التي لا تخدم العراق والعراقيين ولا تليق بشخصية منصب باسخارت وهيبة الأمم المتحدة في العراق وسمعتها. في مقال للكاتب ساري عرابي قال فيه: صحيح أن ظروف الحصار وتورط حركة حماس بإدارة السكان قد وفر الاحتلال فرصة محاولة تكبيل سلاح المقاومة وتحويله إلى عبء على السكان داخل غزة وإفقاده طابعه المشاغل وتقزيمه في إطار ظرف غزي خاص، ولكن المقاومة ظلت تسعى بعنادها ونديتها والأهم بإيمانها بالمشروع إلى إحباط هذه الرؤية الصهيونية. يمكن القول إن هذه المقاومة أكثر مقاومة ظلمت من حيث التقييم، فمن ناحية الفاعلية والاشتباك المتجدد ظلت المقاومة في غزة وحدها التي في حالة اشتباك متجدد مع الاحتلال، ومن حيث ظروفها الخاصة تكاد تكون قدرتها على التطوير والمراكمة ثم إيجاد الحلول الإبداعية لمناورة التفوق الإسرائيلي الهائل تكاد تكون مستحيلة، لكنها فعلتها. ومن حيث المشروع السياسي ظلمت هذه المقاومة التي صنفها خصومها الأيديولوجيون والسياسيون في صورة إمارة دينية رجعية منعزلة عن الهم الوطني العام. لقد عجز هؤلاء جميعاً عن أن يروا فيها الإمكان الفلسطيني، وهو أهم ما يمكن الحديث عنها. المقاومة التي تربط نفسها بحاضنتها التي هي نتاج النكبة عام 1948، وتعيد تأسيس نفسها على لحظات الكفاح الفلسطيني الجامع، والتي تجعل قضية الأسرى أولويتها المزمنة، بما يقدم الإفراج عن أسرى الضفة والقدس و48 والعرب، على ظروف بيئتها الاجتماعية اللصيقة أو على قدرة تنظيمها السياسي على الإدارة. لابد وأن تكون مقاومة وطنية عامة تصلح لأن تكون مشروعاً جامعاً بغض النظر عن المواقف الانطباعية المبالغ فيها تجاهها من أوساط ثقافية أو إيديولوجية تعاني قدراً من الانفصال عن ثقافة الشعب الفلسطيني. أضاف الكاتب: هذه المقاومة أثبتت جديتها وعنادها وكفاءتها وإيمانها بالمشروع بقفزاتها العسكرية التي ظلت تظهر في المواجهات المتجددة، وما أخفي أعظم، فبعض المخفى الباطن من كفاءة هذه المقاومة ونديتها وتخلصها من الهزيمة النفسية إذا الصلف الصهيوني وتفوقه العسكري والاستخباري، بما بدا أمرا محيرا ومتعبا للوسطاء بينها وبين العدو الغاصب. ذكرت الصحيفة فاينانشال تايمز في افتتاحيتها أن العالم نسي سوريا وهو ما يعرضه للخطر الفادح، وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن سوريا لن تعود دولة ما دامت ديكتاتورية الأسد في مكانها، وأن معظم العالم نسي على ما يبدو الحرب الأهلية السورية الوحشية التي مضى عليها 10 سنوات ولا تزال مرشحة للاشتعال وإشعال الفوضى في كل الشرق الأوسط وأوروبا.
إن التواطؤ الدولي الذي حدث بعد هزيمة تنظيم الدولة ليس في محله، وكذا الدول الهشة الجارة لسوريا مثل الأردن ولبنان وحتى تركيا يمكن إقناعها لأن تظل مثل الحظيرة التي يتجمع فيها 6 ملايين لاجئ سوري ونقل المساعدة ل6 ملايين نازح سوري في داخل بلادهم. وأشارت الصحيفة على سبيل المثال إلى قرار منظمة الصحة العالمية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، ترفيع نظام الأسد في المجلس التنفيذي بمفارقات ذلك، وذكرت أنه في العقد الماضي حتى شهر شباط فبراير قام هذا النظام الإجرامي بمهاجمة وتدمير حوالي 600 مستشفى وعيادة، مما دفع الأطباء للعمل تحت الأرض. وقام الأسد الذي يدعمه رعاة مثل فلاديمير بوتين بنشر الرؤية الخيالية بأن نظامه يعد القلعة العلمانية ضد التطرف الديني. وفي الحقيقة كان الأسد ومن معه الحاضنة لهذه القوى السامة الذين يقدمون أنفسهم كقوة مضادة. البلد أصبحت في حالة دمار كامل، فقد سوى القصف الروسي مدناً مثل حلب وحمص بالتراب، ومعظم ضحايا الحرب البالغ عددهم 500,000 شخص هم من المدنيين، وانهارت معظم المؤسسات التي تعمل في البلاد، فيما تحولت مؤسسات في الجيش مثل الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق بشار ماهر الأسد إلى قوة توفر الغطاء لتجارة الابتزاز والمافيات والميليشيات. أضافت الصحيفة أن هذه أرض غادرة لبايدن، ولكنها فرصة لتأكيد أن أسرة الأسد مصدر عدم استقرار، وأن الطريق الوحيد هو تقارب إقليمي، وفي النهاية يمكن أن يكون سرابا أكثر منه رؤية، ولكن البدائل تظل أكثر دموية. تتجه العلاقات المغربية الإسبانية إلى مزيد من التوتر في غياب بوادر للصلح بين البلدين. وهنا تحاول مدريد زج الاتحاد الأوروبي في الأزمة الراهنة في مسعى للتخفيف من تبعاتها السياسية عليها. وقد نجح بالفعل برلمانيون إسبان في وضع مشروع قرار داخل البرلمان الأوروبي يدين المغرب لتوظيف قاصرين في أزمة الهجرة بمدينة سبتة. إذن عن الأزمة في المغرب كتب محمد أحمد بنس في صحيفة العربي الجديد. تعكس الأزمة الحالية الطبيعة المركبة للعلاقة بين البلدين، فإذا كانت ملفات الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب والصيد البحري والتبادل التجاري تمثل عصب الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، فإن الإرث الاستعماري واستمرار احتلال إسبانيا أراضي مغربية ورفضها ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء وتخوفها من اعتراف دولي واسع بمغربية الصحراء بعد الخطوة الأمريكية المعلومة وتوجسها من التحولات التي يعرفها المغرب على غير صعيد، ذلك كله يشكل حجر عثرة أمام تطوير هذه العلاقة وجعلها في خدمة التحديات التي يجابهها البلدان، لا سيما في ظل عجز شريحة واسعة من اليمين الإسباني عن التخلص من نظرته الاستعمارية إزاء المغرب. ولعل ما يقلق الإسبان تطلع المغرب لتنويع تحالفاته وتوسيع هامش الحركة أمام دبلوماسيته، مستثمراً ما يحدث في محيطه الإقليمي من تحولات. ويكمن مبعث القلق في أن حل قضية الصحراء على المدى البعيد سيعيد قضية مدينتي سبتة ومليليا إلى الواجهة، وبالتالي تسجيلها ضمن أجندة الأزمات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من إظهار إسبانيا بمظهر الدولة الاستعمارية التي تحتل أراضي الغير في خرق سافر لقوانين الجغرافيا. هذا وتوجس الإسبان من سياسة المشروعات الاقتصادية الكبرى التي شارك فيها المغرب في العقدين الماضيين، من ذلك على سبيل المثال بناء ميناء طنجة المتوسط الذي بات حجم معاملاته يتجاوز الموانئ الإسبانية في حوض البحر المتوسط. تثير هذه المشروعات إذن مخاوف الإسبان من تحول المغرب إلى قوة صاعدة. على الرغم من ذلك يتطلب تحقيق نسب عالية من النمو الاقتصادي، وهو ما لا يبدو واردا أمام ضعف الاقتصاد المغربي حاليا.
الورود تلف نصباً تذكارياً أقيم في موقع الدعس عائلة مسلمة بدافع الكراهية في كندا، فقد أثارت حادثة الاعتداء الإرهابي على عائلة مسلمة في كندا غضباً واسعاً لدى المسلمين في البلاد، إذ أقدم متطرف يدعى ناثانييل فلتمان البالغ من العمر 20 عاماً على دعس عائلة مسلمة بشاحنته الصغيرة في إطار عمل متعمد ومخطط له دافعه الكراهية، مما أدى إلى قتل 4 من أفرادها وإصابة طفل في 9 من عمره. وأظهرت صور توافد مواطنين لوضع الورود عند موقع الحادث تعبيراً عن تعاطفهم وتضامنهم مع أسرة القتلى. قبل الختام نبقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن الله صدى أقلام جديد من الرافدين في السبت المقبل طبعا، إلى اللقاء.